فالهند مع إيران ومع بعض الدول الآسيا الوسطى يعني يحاولون إنشاء تحالف جديد لأجل التعامل مع الحركة الطالبان، ليس عن طريق يعني يعتبر هذا الاجتماع لصالح باكستان، ولكن هناك دول أخرى تحالف يضغط على حكومة طالبان. نستطيع نقول ضغط أو نستطيع نقول يعني يريدون أن يتعاملوا مع الحكومة الجديدة ويريدون أن يحتفظوا على المكاسب التي اكتسبوها في العشرين سنة الماضية. يعني هناك المحاولات من طرفهم حتى الحكومة السابقة كما تعرفون هناك خمسة من دول آسيا الوسطى لم يشاركوا، فضلوا ذهاب إلى الهند نيوديلي بدلا عن ذهابهم إلى العاصمة الباكستانية اسلام آباد. فهناك المحاولات لأجل إنشاء التحالف الجديد لأجل التعامل مع حركة طالبان الحكومة الجديدة، وكذلك في طرف آخر باكستان كذلك يعني تحاول أن يعني تحل مشكلة العزلة الدولية للحكومة الجديدة، وطالبان تعتبر هذه هذا التحالف الذي تتحدث عنه أستاذ نصرة الله، هل برأيك مدعوم من دول غربية؟ فأعتقد يعني أول شيء الدول التي ذكرتها مثل إيران ومثل الهند ومثل بعض الدول الأخرى، فأعتقد هؤلاء لا نستطيع أن نقول بأن يعني يطبقون يعني مشاريع الغربية، فهذه الدول عندها يعني مشاريع خاصة بهم أو المصالح خاصة بهم. فإيران يعني دولة صاحبة مشروع خاص في المنطقة، كذلك أفغانستان وكذلك الهند وكذلك بعض الدول آسيا الوسطى الحليفة مع روسيا، فكل هذه يعني هناك لا نستطيع أن نقول بكلمة واحدة، فنستطيع أن نقول بأن هناك صراع لأجل المصالح، كل واحد يريد أن يجد أفضل طرق للتعامل مع الحركة الطالبان.